محاضرة النهاردة عن السيرفايكال سباين انجريز. والله لما بحب اتكلم في السباين انا بحب ان الناس كلها تمشي بنظام وتبقى عارفة معلومات عامة او خط تقدر تتكلم فيه في اي سباين انجري، لان الرولز بتاعته معظمها متشابه، فما ينفعش اللي احنا اما نقول ده سيرفايكل فنقعد بقى نذاكر سيرفايكل، ما نيجي نقول ثوراسيك سباين انجريز نتكلم عن ثوراسيك سباين انجريز ونذاكرها بطريقه مختلفه، واللمبر نذاكرها بطريقه مختلفه او نفهمها بطريقه مختلفه، بينما هم كلهم بينهم common things we have to know من الاول. فلما نيجي نتكلم ازاي بتحصل السباين انجريز نلاقي ان معظمها بيحصل في الموتور كار اكسيدنت او انها تبقى فولينج فروم ا هايت او ان يحصل فول فروم ا هايت على الباك، وعلى حسب الفول ده هيحصل والنك فليكسد او الباك فليكسد او اللمبر اريا، او ممكن تكون واحد واخد بوكس في وشه فيحصل هايبر اكستنشن للنك. كل دي ميكانيزمز اوف انجريز بتتشابه في كل السيرفايكال وفي الثوراسيك وفي اللمبر. طيب عشان انا او يحصل لي فراكشر اوف ذا اني ريجن سواء كانت سيرفايكال او ثوراسيك او لمبر، فانا في شويه حاجات انا عاوز اعرفها عشان اقدر افيد العيان. هعمل له ايه؟ انا عاوز اعرف ايه؟ انا عاوز اعرف يعني ايه فراكشر ستابيليتي، يعني عاوز اعرف يعني ايه نيورولوجيكال انجري، عاوز اعرف هيحصل له ليت ديفورميتي ولا انجري ان فيوتشر. عشان اعرف فراكشر ستابيليتي لازم الاول افهم يعني ايه ستابيليتي. طيب ميكانيكال ستابيليتي معناها ان اندر نورمال فيزيولوجيكال لودز على السباين مفروض انه ما يحصلش لا بين ولا ديفورميتي ولا نيورولوجي. معنى كده ان الفراكشر ده مش هيزيني في المستقبل. فمن هنا عشان اوصل لكلمه فراكشر ستابيليتي واقدر اقول ده ستيبل وانستيبل، لازم هعرف الميكانيزم اوف انجري، لازم هعرف هيطلع من الموضوع ده بكلاسيفيكيشنز، وهقول تايب 1 ده ستيبل، تايب 2 ده انستيبل، تايب 3 ده از كوايت انستيبل. المانجمنت بتاعي هيختلف. طيب في النيورولوجيكال انجري ايه اللي المفروض انا اعمله؟ عاوز اعرفه. انا عاوز اعرف اذا باي ذا اند هيبقى نيورولوجيكالي ستيبل ولا هيبقى نيورولوجيكالي انستيبل. هعرفهم ازاي؟ يبقى انا لازم اعرف يعني ايه سباينال شوك، يعني ايه نيوروجينيك شوك. طيب انا هفرق السباينال شوك ازاي من النيوروجينيك شوك ازاي؟ السباينال شوك دي فيها ايه؟ فيها هاي بوتنشال، كويس، والنيوروجينيك شوك دي فيها ايه؟ فيها برضو هاي بوتنشال. طيب النيوروجينيك شوك دي هفرقها ازاي من السباينال شوك؟ السباينال شوك بيبقى فيها فلاسيد باراليسيس، النيوروجينيك شوك بيبقى فيها تون، بيبقى فاريبل، وبيبقى فيها ريفلكسز بتبقى فاريبل، والبالبو كافرنوزز ريفلكس في السباينال شوك بيبقى رايح، وفي النيوروجينيك شوك بيبقى موجود من الاول. في السباينال شوك بيرجع بعد 24 ساعه، بعد 48 ساعه. ده هيخلي المانجمنت مختلف، لان النيوروجينيك شوك محتاجة علاج تاني غير السباينال شوك. طيب عملنا الحكاية ديت، فدخلنا بعد كده لازم نعمل كلاسيفيكيشن، نعرف الجريدنج بتاع النيورولوجي ده اخباره ايه. فطلعت لنا عملنا الايشيا كلاسيفيكيشن. طيب كلنا عارفين ان لما بيحصل سباينال كورد انجري سيرفايكال انجري حصل معاها سباينال كورد انجري،
السباينال كورد انجري دوت بيحصل فيه برايمري رياكشن من الدايركت تروما. واحد اتخبط الكورد اتقطع، النيرونز اتقطعت، النيرف فايبرز اتقطعت، فده برايمري انجري. وفي سكندري انجري بيحصل من الكاسكيد فينومينا اللي بتحصل من الريليس اوف الفري راديكلز والسايتوكينز والبيروكسيدايز انزيم اللي هي بتاكل النيورال تيشو جرادولي. ده اسمه سكندري رياكشن. فدي الفاكتورز اللي انا محتاج اعرفها كويس في كل عيان فراكشر سباين سواء كان سيرفايكال او ثوراسيك عشان ابتدي سبب ومزاج للفن. وكلنا نحتاج بعض الاتجاه الفني. ايه؟ انا في كان في سؤال ولا كان في حاجه؟ لا يا بيه، ده هو واحد دخل كده ما كانش عامل ميوت، معلش احنا كمل يا بيه. اوكي، عشان نعرف احنا هنتعامل مع العيان ازاي. اوكي طيب ده انفولف عشان اعرف النيورولوجيكال ستاتس اوف ذا بيشنت. ان احنا نعمل نيورولوجيكال اكزامينشن. نيورولوجيكال اكزامينشن ده بيت انفولف السنسوري ايفالويشن اكوردنج للدرماتومز بلو ذا ليفل اوف انجري، موتور ايفالويشن للموتور باور في different muscles below the level of the injury، والريفلكسز اذا كانت في لسه باقي منها. طيب ده كروس سكشن في السباينال كورد في السيرفايكال وفي الثوراسيك لغايه ال1 تقريبا، كويس لما بينتهي الكورد وبتبتدي الكودايكواين. كويس، الكروس سكشن ده في السباينال كورد لازم نبقى عارفينه، عارفين فين الفنترال اللي هو هيبقى الناحية دي anterior، لأن الانتيير spinal artery موجود في المنطقة ديت. لازم نعرف إن هو two hemispheres في white matter posteriorly. عندنا two tracks اللي هما الجراسيل والكوني tracks اللي هما بيمثلوا posterior column. عندنا الكورتيكو spinal tract ودي منها اللاترال ومنها الفنترال، وعندنا السباينوثلاميك تراكت دي منها برضو فنترال ومنها لاترال. الكورتيكو سباينال تراكت دي جايبه اوامر من المخ فوق نازله لتحت، كويس، فغالبا هي المسؤوله عن الحركه. والسباينوثلاميك تراكت من الاسم بتاعها انها بتنقل سنسيشنز من تحت لفوق. والسنسيشنز اللي احنا عندنا ايه؟ هي اللايت تاتش والديب تاتش والبروبيوسبشن والفايبريشن. اوكي، طيب حصل انجري للسباينال كورد، الانجري ده جه في انهي منطقه؟ ممكن يكون زي ده نسميه ايه؟ ده سنترال سباينال كورد سندروم. وده anterior spinal syndrome وده posterior spinal syndrome وده brown seeker syndrome. ايه الفرق ما بين ده وده وده وايه اللي بيروح من ده؟ نبتدي بالابسط اللي هو posterior spinal syndrome. ده هيروح في البوستيرير كولوم، يعني من البروبيوسبشن والديب تاتش والفايبريشن، وده احسن بروجنوزز و99% من الحالات بيتحسنوا. وده هيحصل في ايه؟ ده هيحصل غالبا في هايبر اكستنشن انجري، كويس، لان هو هيكون الضغط ورا. طيب الانتيرير السنترال كورد سندروم، سنترال كورد سندروم ده هو تاني احسن بروجنوزس في السباينال كورد انجريز. ليه؟ احنا زي ما احنا شايفين هو واخد السنترال بارت بتاع السباينال كورد، كويس، فهنا دي الكورتيكو سباينال تراكت. الكورتيكو سباينال تراكت الابر ليمبس والهاند
عادة ما بيبقوا presented medially غير اللور limbs بتبقى presented laterally. عشان كده العيانين دول بيبقى عندهم weakness في الأبر limb أكتر من الويكنس اللي في اللور limb. عندهم flaccid paralysis في الأبر limb, عندهم spastic paralysis في اللور limbs, والبروجنوزز بتاعهم كويس. كويس. البراون سيكر سيندروم, براون سيكر سيندروم معناها ان في انجري حصلت لهيمسفير من السباينال كورد, وغالبا ده due to penetrating injury. طيب ايه اللي هيروح؟ لازم هيروح لنا ابسي لاترال موتور لان الكورتيكو سباينال تراكت راحت, ولازم هيروح لنا هيروح اللايت تاتش on the same side ipsilateral, وهيروح البين والتمبريتشر on the contralateral side. طيب ايه اوحشهم؟ اوحشهم هو الانتير سباينال ار والانتير كورد سيندروم. انتير كورد سيندروم بيروح الكورتيكو سباينال وبيروح السباينال سلاميك, بيروح الفنترال واللاترال. كويس. وما بيبقاش فيه بريزيرفد غير البروبيوسبشن والفايبريشن, والبروجنوزز بتاعه is very bad. طيب برضو البالبو كافرنوزز ريفلكس ده it's an indicator of the end of the spinal shock. ليه؟ معناها ان احنا اللوكال اكسون ريفلكس at the spinal cord level رجع, فسكويزنج البينس او سكويزنج الكليترس when putting your finger in the anal canal and squeezing the penis هيعمل contraction حوالين حوالين الفينجر هو في الانال كانال. This is indicates ان ال local axon reflex رجع, معناه ان هو مش موجود, معناه ان احنا لسه ما زلنا في السباينال شوك. طيب خلاص احنا خلصت السباينال شوك, احنا فحصنا العيان نيورولوجيكال. نقدر نقول دلوقتي العيان هنكلاسيفاي نيورولوجيكال ستاتس بتاعته ازاي. فالايشيا سكورينج سيستم اتس ا فيري سمبل سيستم فور جريدنج ما بين A اللي هو كومبليت نيورولوجي يعني ما فيش موتور ولا سنسوري, لغايه E اللي فيها بريزرفيشن اوف كومبليت موتور اند سنسوري باور. هيفضل لنا ثلاثه اللي هم الـ A الـ B والـ C والـ D. الـ B is عبارة عن intact sensation below the level of injury, مفيش motor power. C في motor power بس أقل من grade 3. D في motor power بس أكتر من grade 3. Okay. The goals of treatment of the spine injuries عموما مش survival. لازم كلنا نكون عارفين تمشي هنا وتمشي هنا وتمشي هنا, اللي هي ايه؟ To realign the spine, to prevent the loss of function of undamaged neurological tissue, to improve neurological recovery, to obtain and maintain spinal stability, and obtain early functional recovery. طيب التريتمنت بقى بيعتمد على ايه؟ الكلام اللي احنا قلناه بقى عشان نلخصه تاني, هو الميكانيزم of injury اللي هو بيأسس الفراكشر ستابيليتي in neurology والانتجريتي اوف ذا ليجامنتس اند بوني كومبوننت اوف ذا انجري. طيب في قاعده لازم نقولها ان البون هيلز كويس لكن الليجامنتس لا, ما بيحصلش هيلينج للليجامنتس. طيب الليجامنتس زي ايه؟ يعني ما حدش فينا شاف اي سي ال اتقطع وبعدين حصل له هيلينج, ما حدش شاف فينا ميديال كولاترال ليجمنت جريد 3 مقطوع كومبليتلي وحصل له هيلينج. وكلنا لما بنشوف الحاجات ديت بنقول اه للعيان انت لازم تريكونستراكت, نعمل ريكونستراكشن للاي سي ال, نعمل ريبير للميديال كولاترال ليجمنت, لو قديم نعمل له ريكونستراكشن, وهكذا هو حال الليجمنتس لما بيحصل لها كومبليتلي تور. عشان كده في السباين أهمية الليجمنتس بتزيد خالص, و الليجمنتس كومبلكسز everywhere هي بتحدد كتير. يعني لو ما فيش بوني انجري وفي ليجمنتس انجري this may raise the importance of internal fixation.
احنا نعمل سيرجيكال انترفنشن. طيب ندخل بقى في اللي في السي سباين انجريز كويس. ونفترض ان عيان جالنا والعيان ده از كوماتوزد. سو اي عيان جالنا في الاستقبال او في الطوارئ وهو كوماتوزد هي از ا سيرفايكال سباين بيشنت انتل بروفد اذروايز. العيان الكوماتوزد لازم يتحط له ريجيد نيك كولر، نعمل له لاترال سيرفايكال اكس راي قبل ما نعمل اي مانيبيوليشن ليه. العيان ده لو كان جالنا في الاستقبال كونشس هنعمل له كلينيكال اكزامينيشن والبرايمري اند سكندري سيرفي، ولو سسبكتد انه عنده سيرفايكال سباين انجري هنلبسه ريجيد نيك كولر ونعمل له لاترال سيرفايكال اكس راي. وبعد كده لما بيبقى كليرد فروم ذيس سيرفايكال انجري نبقى نعمل البيت الروتين انفستيجيشنز. وانس ان احنا لقينا سيرفايكال سباين انجري او لقينا لمبر سباين انجري في عيان وي هاف تو انفستيجيت بقيه السباين. ما ينفعش عيان يبقى عنده سيرفايكال ما عملش صوره على الثوراسيك ما عملش صوره على اللمبر. Otherwise, sometimes you will miss some patients. عايز حاجة تانية اللي لازم ناخد بالنا منها اللي احنا we should not be distracted by other injuries from the cervical spine. Because you can easily miss a spinal injury from a compound injury like this. طيب الاناتومي او زي سيرفايكال سباين اناتومي اوف ذا سيرفايكال سباين لازم نعرف ان احنا عندنا 7 سيرفايكال فيرتبري. ال 7 سيرفايكال فيرتبري دول ان لورداتيك مانر ان الثوراسيك كيرف از كايفوتيك اند ذا لامبر كيرف از لورداتيك. طبعا الحكايه دي مهمه جدا عشان احنا نفهم كل انجري بيحصل ليه. طيب اللاين اوف بادي ويت ماشي كويس انتيرير للثوراسيك سباين ماشي ورا اللمبر سباين ماشي، لكن اللاين اوف بادي ويت هنا ما فيش في السيرفايكال سباين لاين اوف بادي ويت، هنا في لاين اوف سكال ويت ماشي ورا السيرفايكال سباين ماشي ورا السيرفايكال سباين. عشان كده نقدر نفهم ليه لما يحصل كومبريشن انجري في ثوراسيك سباين احنا بنشوف ويدج فراكشرز اكتر افكتنج الانتيرير كولم في ثوراسيك سباين وبنشوف بيرست فراكشرز اكتر في اللمبر سباين. لكن عشان السيرفايكال سباين از مور موبايل وبيتحرك في اتجاهات كتيره غير بقيه السباين، فعشان كده ال flexion injuries والcompression injuries it causes compression fractures في السيرفايكال سباين وات causes burst fractures برضو في السيرفايكال سباين بس البرست اقل من الويدج فراكشرز. طيب احنا محتاجين نعرف ان احنا في الاناتومي اللي احنا عندنا منطقتين في السيرفايكال سباين، الابر سيرفايكال سباين از ديفرنت ان شيب اند اناتومي والارتكيليشن ستاتو عن بقيه السيرفايكال سباين. فهنقسمه لابر سيرفايكال سباين مكون من سي 1 وسي 2 ولور سيرفايكال سباين مكون من سي 3 لغايه سي 7. طيب سي 1 وسي 2 السي 1 بتارتكيليت مع الاكسبت وبتارتكيليت مع C2 اللي هي اسمها الاكسس. اوكي طيب يبقى الانجريز اوف ذا ابر سيرفايكال سباين از ديفرنت فروم ذا انجريز اوف ذا لوور سيرفايكال سباين. ديفرنت في ايه؟ هنشوف دلوقتي. ده الاطلس. الاطلس هنا ما فيش بادي، في انتيرير تيوبريكل وفي انتيرير ارش وفي انتيرير ارش. في هنا اهوت ارتكيولار سيرفيس وارتكيولار سيرفيس بيارتكيليت مع الكوندايلز مع الاوكسيبيتال كوندايلز.
هنا في posterior arch right to left. Right to left. كويس نيجي للاكسس كويس اللي هي C2 ليها body من قدام وليها projection bony projection اسمه الدنس وليها pedicles وليها lamina وليها spinous process. تمام. دي السيرفيكال فيرتيبري من C3 لC7 مكونه من بادي مكونه من ترانسفيرس بروسس مكونه من سوبيريور ارتيكولار فاسيت بيارتيكوليت مع الانفير ارتيكولار فاسيت اوف ذا فيرتيبرا اباف فيها فورامن ترانسفيرزيريوم بينقل الفيرتيبرال ارتري من C7 لغايه C2 وبعد كده بيسيب الفورامن بتاع C2 ويقوم داخل طالع بره الفيرتيبرال بره الفورامن. طيب C1 بتارتكيليت ازاي مع C2؟ طيب. عشان C2 تفضل في حضن C1 فربنا خلق لنا حاجات مهمه. واحد ترانسفيرس ليجامنت ماسك في الاطلس from this side to the other side keeping the dents in place. طيب في two ailer ligaments واحد منهم right واحد منهم left واحد منهم رايح للoccipital condyle واحد منهم رايح للoccipital condyle. واحد هنا هوت اسمه apical ligament طالع للفوريمن ماجنم. طيب لو احنا قطعنا الليجمنتس ديت واحد او قطعنا الاثنين دول او ثلاثة دول اكيد الموقف هيختلف. هنشوف ازاي هيختلف دلوقتي. طيب عشان نفهم كمان لازم نعرف ايه الفانكشن اوف ذا سيرفايكال سباين. على قد السؤال ده ما هو بسيط على قد ان الناس كتير ما تقدرش تجاوبه. فانكشن اوف ذا سيرفايكال سباين از تو سبورت ذا سكال allow head rotation and protect لان هو ماشي في السباينال كانال. عاوزين نعرف حاجتين السباينال كورد في الابر سيرفايكال سباين it occupies حوالي 50% بس من السباينال كانال بينما في اللور سيرفايكال سباين it occupies حوالي 75% of the spinal canal. عشان كده لو احنا عندنا injury فوق ففي لسه ample space عشان هو يتحرك فيه ممكن ما يحصلوش نيرولوجي لكن تحت ال incidence of neurological affection اكتر. طيب ده بيوضح لنا ال articulation of the skull مع C1 ال occipital condyle مع C1 وال C1 مع C2. Nodding of the head and the lateral flexion movements occur at the atlanto occipital joint. يعني انا بقوم براسي دي حركه من الاتلانتو اوكسيبيتال جوينت. Rotation of the skull occurs at the atlanto axial joint. انا بقدر الف رقبتي يمين وشمال الف رقبتي غير اميل رقبتي. اميل رقبتي ده اسمه lateral bending. كويس. طيب لو انا عندي injury at the occipital اتلانتو اوكسيبيتال اريا عشان انا اعالجه او اعمل له عمليه كويس لازم احط في بالي ان انا لو عملت اتلانتو اوكسيبيتال فيوجن او اتلانتو او اوكسيبيتو سيرفايكال فيوجن اللي انا ام جوينج تو لوس النودنج اوف ذا هيد. انا عملت لو انا نزلت لغايه C2 انا هخسر حاجتين هخسر النودنج اوف ماي هيد وهخسر الروتيشن اوف 50% من الروتيشن اللي انا بعمله. انا بعمل حوالي 45 درجه 50 درجه روتيشن 50% بيحصل على الاتلانتو اكزال جوينت فهخسر الروتيشن. فما ينفعش يجي واحد صغير في السن واقول له اوكي انا هعمل لك اتلانتو اكزال فيوجن اوكي بس هو مش هيقدر يلف رقبته زي ما هو عاوز كان متعود قبل كده فانا لازم اقول له فده لازم يبقى فيه تشويسز ثانيه افكر فيها بالنسبه لواحد صغير في السن. طيب نشوف كده
الجدول ده جدول ظريف خالص، بيقول لنا ان at the occipital cervical junction الفلكشن والاكستنشن اللي هو nodding of the head 50% منه بيحصل at the occipital cervical junction. الروتيشن ال 50% التانية بتحصل at the rotation تحصل at the atlantoaxial joint. اللاترال bending 60% بيحصل at the subaxial او ال C3 لغاية C7، يعني كل ليفل بيكونتريبيوت ل 10 درجات 12 درجة من اللاترال بيندينج. يعني انا لو عملت فيوجن ل C4-5 فغالبا انا هخسر 12 درجة من اللاترال بيندينج، وهتعوضه ايه بقية الفيرتبرا اباف اند بيلو. بس وي شود نو المعلومة ديت عشان نبقى ايه مش متشجعين قوي اللي احنا نفيوز كل حاجة ونفيوز سيجمنتس طويلة، لان this will affect the movements of the cervical spine. طيب الميكانيزم of injuries of cervical spine هم كذا ميكانيزم واضحين، بس احنا ممكن نقولهم ببساطة وممكن نزود عليهم. ممكن نقول ان هم flexion، يعني انت هتتني رقبتك لقدام، extension هتتني رقبتك لورا، rotation هتلف رقبتك، أو شيرينج هتزق رقبتك لقدام. ممكن بقى نزود نقول فليكشن ديستراكشن، فليكشن كومبريشن، اكستنشن ديستراكشن، كويس، وهكذا، ونعمل كومباينيشنز منهم. طيب ايه بقى الانجز اللي احنا ممكن نقابلها؟ لازم نقسمهم لانجز للابر سيرفايكال سباين ونقسمهم لانجز للور سيرفايكال سباين. الابر سيرفايكال سباين ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل اوكسيبيتال كوندايل فراكشرز، ممكن يحصل اوكسيبيتو سيرفايكال ديسوشيشن، عند سي 1 اسمه جيفرسون فراكشر، عند سي 2 اسمه هانجمان فراكشر. كويس، انا في اللور سيرفايكال سباين، اللور سيرفايكال سباين هيبقى عندنا الكومبريشن ويدج فراكشرز، بيرست فراكشر، تير دروب فراكشر، كلاي سكوارا اللي هو سباينال كورد انجري وزاوت راديولوجيكال مانيفستيشنز، اند ويب لاش انجريز. طيب زي ما انتم حضراتكم كده شايفين في حاجه غريبه في الصوره ديت. ايه الغريب في الصوره دي؟ ان السكال از نوت كونكتد تو ذا سيرفايكال سباين. انتوا شايفين دلوقتي ان ادي الاطلس وادي الاكسس وادي السكال. السكال از نوت ريستنج على الاطلس، سو ده اسمه اوكسيبيتو سيرفايكال ديسوشيشن. ده معناه ان الليجمنتس، ان تروما از هاي انرجي تروما، انها قطعت كل الليجمنتس، وانه اتليست في البيزيوم مكسور. Usually this is very fatal. طيب occipital condyle fractures دي عادة بتيجي من، ممكن تحصل من vertical compression blow to the head أدت إن ال occipital condyles being crushed against the articular surface of the atlas. The incidence of neurological injuries فيها is 31%. CT is excellent in diagnosing these conditions. Mortality rate is high. يعني انت متخيل ان واحد هيجيله fracture في السكال كوندايل ومش هتكون الانجري high energy trauma؟ عادة العيان ده بيموت من intracranial hemorrhage، من associated injuries، من CSF leakage. وزي ما انتم شايفين ان CT is excellent in diagnosis. فاحنا هنا شايفين ان هو هنا زي ما حضرتك شايف كده في fracture line هنا باين، بينما الاطلس is intact. شايفين معايا fracture line؟ واضح يا بيه. طيب C1 فيها جزء بوني وفيها جزء ليجامنتس. الجزء البوني ده اللي احنا هنسميه جيفرسون فراكشر،
ده فراكشر هيحصل من vertical compression، كويس، breaking the anterior bar on both sides, anterior or posterior on both sides. So ال vertical compression دش الفيرتبرا وخلاها تبعد عن بعضيها، تبعد الفراجمنتس دي كلها عن بعضيها. طيب احنا هنا بنبص على حاجه اسمها الاوبن ماوس فيو، انتير اوبن ماوس فيو. انا شايف هنا الدنس which is the bony projection of the body of the axis، وانا شايف هنا هوت الارتكليتنج سيرفيس اوف ذا اتلس. ده النورمال اناتومي. اوكي نشوف بقى لما حصل جيفرسون فراكشر حصل ايه. نشوف ادي اللاترال ايدج اوف ذا اتلس وادي اللاترال ايدج اوف ذا اكسس وادي المسافه ما بينهم. المنطقه ديت از ماركتلي ديسبليسد. نيجي نبص على الناحيه الثانيه هنلاقيها انها مينيمالي ديسبليسد. الناحية دي والناحية دي كويس مكسورين، وده كفاية قوي عشان انا اشخص ان في فراكشر اوف ذا اتلس من بلين اكس راي. عملنا سي تي اتبروفد برضو ان العيان ده عنده فراكشر اوف ذا انتيريور بار اون بوث سايدز وعنده بوستيريور بار أو posterior arch on both sides. طيب treatment A. The treatment is usually 6 weeks in a halo. For stabilization and it usually heals well. عشان ال spinal canal. سوري بي. الصوت راح شوية بي. 6 weeks halo traction صح كده؟ اه هيلو بريس مش تراكس. هيلو بريس. اوكي كويس. ايه بقى المهم في الهيلو؟ ان انت تعرف ان الهيلو ده از فور ادلتس اند يونج بيبل، ما تستعملوش في الجيرياتريكس. كويس. الحاجه الثانيه انك انت لازم تبقى عارف البوينتس اوف انسرشن، لازم تافويد السوبرا اوربيتال والسوبرا تروكلر نيرف، ولازم تحطه في الاكويتر، في اوسع اكويتر للسكال. الاكويتر زي خط الاستواء كده، السكال مدوره، انت لازم تحطه في اوسع منطقه في السكال اللي هي عاده 4.5 سنتيمتر اباف الايه؟ الاي براو. تمام يا فندم. طيب طيب احنا رجعنا هنا عرضنا الصوره تاني بتاعت الايه؟ الترانسفيرس ليجمنت كيبينج الدنس ان بليس والايلر ليجمنت والابيكال ليجمنت. طيب دلوقتي احنا قطعنا الايلر الترانسفيرس ليجمنت، فبقى الاطلس عنده حريه ان هو يبعد عن الاكسس، مفيش حزام من ورا يمسكه في مكانه. طب هو لما كان ممسوك في مكانه كانت الاتلانتو دنتال ديستانس كانت 3.5 سم، 3.5 ملم سوري. في التشيلدرن المسافات اوسع، احنا بنتكلم على الادلتس بس مش هنتكلم على التشيلدرن عشان التشيلدرن ليهم مقاسات مختلفه شويه. كويس. لو احنا لقينا الاتلانتو دنتال ديستانس اكتر من 3.5 ملي فمعنى كده ان الترانسفيرس ليجمنت مقطوع. لو لقيناها اكتر من 5 مللي معنى كده ان الايلر ليجمنتس والابيكال ليجمنتس مقطوعين، وان السيجمنت دي از انستابل. طيب طب احنا لو لقينا ان الترانسفيرس ليجمنت مقطوع ولقينا اللي عندنا الجيفرسون فراكشر هنعمل ايه؟
هنسيبها كده unstable؟ لا طبعا، ده غيرت الديسيجن من هيلو، من هيلو فيست كويس، من conservative treatment إلى surgical treatment، واللي احنا لازم نتدخل ونعمل له occipital cervical fusion. هنا بنوريكو البري دنتال سبيس والمسافة ما بين الأطلس والأكسس، مفروض تكون 3.5 مليمتر أو لس. طيب لو هي ليجامنتس بس انجري، فاحنا ممكن والاطلس سليم، فاحنا هنعمل حاجه اسمها جالي فيوجن. جالي فيوجن دوت اللي احنا هنعمل سيركلاج وايرنج ل بون جرافت يوزوالي تيكن فروم ذا ريبس كويس اوفر السباينس بروسيسز اوف سي 1 اند سي 2، او ممكن نعمل بون بلوك واحشره ما بين السباينس بروسيسز، مش هحطه على السباينس بروسيسز، احشره وسط السباينس بروسيسز اوف سي 1 اند سي 2، وبكده اضمن ان حصل فيوجن ما بينهم وان هو مش هتقدر الاطلس، مش هتقدر الاكسس تتحرك بحريتها في السباينال كانال. التكنيك الثالث اللي انا اعمل اللي هو سي 1 سي 2 ترانس ارتيكولار سكرو فيكسيشن، اللي هو انا ادخل بمسمار من البيديكل بتاعت سي 2 ناحية الارش اوف سي 1. طيب بس هو لازم تاخد بالك من حاجة هنا، هوت ان انت ايدك والدريل يكونوا لجوه عشان تو افويد الفيرتبرال ارتري. طيب ده راديوجراف ديمونستريتنج السكند تكنيك بروك اللي احنا حطينا في بون جرافت in between the spinous processes وعملنا circular wiring around it. ده diagram بيورينا the blood supply of the dense which is the bony projection of the body of the axis. And then the blood supply is coming, it has a dual blood supply. Blood supply جاي لنا ال part, the superior part واخد من the internal carotid artery, branches من the internal carotid artery, while the body واخد blood supply and branches من vertebral artery. In between في gray zone هنا كويس with the least blood supply. وطبعا ده اكيد فكركو بعض ما شبه لامدا اللي هي السكافويد، جاي لها blood supply من فوق وجاي لها من proximal part وجاي لها blood supply من distal pole وان بتوين الويست، وعشان كده نلاقي ان السكافويد فيها نون يونيون لان الليست بلاد سبلاي هو في منطقه الويست، والليست بلاد سبلاي برضه في الدنس هو في منطقه الايه؟ النص. فده هيبقى له امبليكيشن، نيجي نشوف. ده انجيوجرام كويس demonstrating blood supply which is coming from the internal carotid لل superior part of the dense. طيب نيجي identify the fractures of the C2، هي نوعين odontoid fractures و pedicular fractures. طيب ال odontoid fractures انا اقسمهم ل type 1 اللي هو avulsion of the tip وده بيتعالج conservative، و fracture of the base اللي هي منطقه الويست، منطقه الويست ديت with the poorest blood supply فعشان كده بتدخل في non union في 80% من الحالات، و type 3 it is extending into the body of C2 which is cancellous bone وجاي لها blood supply كويس من ال vertebral artery. عظيم. يبقى عندنا C2 هو type 2 هو اللي فيه مشكله، وهو ده اللي هنختار في علاجه. الفراكتر تايب 3 هنركب له سيرفايكال اورثوزس وهيلحم، وتايب 1 نفس الحكايه ومش هيضايقنا في حاجه. طيب تايب 2 نعمل فيه ايه؟ طيب تايب 2 ده سي تي ورينا تايب 2 فراكشر اوف ذا دنس. في الـ young adults
احنا ما نقدرش نقول للعيان احنا هنعمل لك C1 C2 فيوجن كويس ونحط له بون بلوك. ليه؟ للسبب اللي احنا قلناه من شويه اللي احنا we are going to lose 50% of the rotation of the head. مش هيقدر يلف دماغه يمين او شمال كتير، يعني 50% من الروتيشن هيبقى لاست. عشان كده ما ينفعش اللي احنا نقول له ده احنا هنعمل لك C1 C2 فيوجن. C1 C2 فيوجن ده حل مناسب للناس الكبار في السن، والأرثوزز نعمل لهم هيلو فيست هيبقى برضو حاجة مناسبة ليهم، لكن اليانج أدلتس لازم اللي احنا ندرس التكنيك of odontoid screw. هنعمله ازاي؟ حاجة نحط مسمارين كانسلس 4 to compress الجزء المكسور على البادي. هندخل بدريل من عند C3، هندخل anterior وinferior heading superior and posterior under image intensifier. وده احنا شايفينه هنا هوت في السكرو ماشي وماسك الدنس. اتمنى ان الصورة تكون واضحة. ما احنا بنعمل زوم يبيع عليها وبتبقى واضحه ان شاء الله، مفيش مشكله. كويس، هيجي لنا بعد كده اهوت الفراكشرز اوف ذا بادي، الفراكشرز اوف ذا بيديكلز اوف ذا سي 2، ودول هنقسمهم لاربع انواع. النوع الاولاني ده ان ديسبليسد جابنج اقل من 2 مليمتر. النوع الثاني اللي هو تايب 2، وده ممكن يكون فيه مع ديسربشن، يكون فيه مع ديسربشن البوستيري لونجتيودينال ليجمنت. تايب 2A بس الديسبيسمنت بتبقى اقل، وتايب 3 بيبقى حاجتين، بيبقى حصل ديسبيسمنت انتير لان في الفاست ما بين C2 و3 كويس واز بروكن. الاندسبليسد تايب هيمشي في سيرفايكال نيك كولر، هاي سيرفايكال نيك كولر او هيلو. الانواع الثانيه هتحتاج سيرجيكال انترفيرنس باي بوستيرير ستابيلايزيشن. احنا نقدر ده اكزامبل تايب 2، ده اكزامبل تايب 3. كويس، دي راديولوجيكال بيكتشر. لو احنا بعدنا شويه عن الكمبيوترز نقدر نشوف الديسربشن اللي حاصل هنا. الديسربشن اللي حاصل هنا كذا حاجه، واحد هنا في بروكن فراكشر، هنا السباينو لامينر لاين از ديسربتد، كمان هنا في فورورد ديسبيسمنت كويس بس ما حصلش فيها انجوليشن. اوكي، يبقى كده احنا خلصنا الابر سيرفايكال انجرز، ندخل على اللور سيرفايكال سباين انجرز. تمام يا فندم. طيب اللور سيرفايكال سباين انجرز احنا لازم نركز على كذا نقطه فيها. اول حاجه اللي احنا يكون عندنا جود لاترال اكس راي. جود لاترال اكس راي يعني ايه؟ لازم يكونوا 7 فيرتبرا واضحين، نعدهم كده من فوق لتحت اكون شايفهم لغايه السوبير اند بليت اوف ايه اوف دي 1. كويس، ايه الحاجات اللي انا مفروض اشوفها؟ مفروض ان انا اشوف اربع حاجات. واحد الانتير فيرتبرال بادي لاين يكون ماشي سموز، عامل كيرفد سموز لاين ماشي لازق في الانتيرير بوردر اوف ذا فيرتبرا. لازم اشوف البوستيرير فيرتبرال بادي لاينز، لازم اشوف السباينو لاميلر لاين اللي هو ماشي وسط اللامينا عند البوردر، عند الخط الابيض ما بين اللامينا، الجنكشن ما بين السباينس بروسيس واللامينا، ما بين السباينس بروسيس واللامينا. كويس، وكلهم لازم يبقوا سموز. ايه بقى الحاجه الرابعه اللي انا لازم اشوفها؟ لازم اشوف السوفت تيشو كومبوننت اللي قدام الفيرتبرا، قدام عشان نسهل عشان نسهل الدنيا على نفسنا، قدام C2
لازم تبقى 3 مللي. اوكي قدام سي 4 لازم تكون 6 مللي. قدام سي 7 تكون 22 مللي. اوكي يعني تكون 3 6 22. لو زادت عن كده يبقى في you have to be very suspicious ان حصل cervical injury. حتى لو مش شايف bony injury ممكن يكون في soft tissue injury. بمعنى ان هو حصل لها widening ان حصل إديمة او حصل هيماتوما. اوكي تمام يا فندم. طيب كمان لازم نبص هنا اهوت على ان shape of the vertebra ان هم يكونوا كلهم equal. ان هم الانتر فيرتيبرال ديسك سبيس برضو يكونوا كلهم ايكوال ومينتيند ومفيش اي ديسربشن فيهم. ممكن نعيدها تاني الحته دي يا دكتور وسام عشان دي بتبقى يعني ناس كتير ممكن تبقى مش واخده بالها منها. احنا البلين اكس راي لاترال اكس راي اوف ذا سباين از كروشال. مفيش حاجه اسمها لا احنا نعمل ام ار اي ولا نعمل سي تي على طول. لازم نعمل بلين اكس راي دي as a method of screening لكل عيان بيشتكي من او history ان هو عنده neck pain after a trauma. كويس البلين اكس راي لازم تكون واضح فيها ال 7 cervical vertebrae up to the superior end plate of D1. ابص على ايه في ال lateral اكس راي؟ ابص عليها حاجات ال anterior vertebral body line يعني ماشي على ال anterior border كل فيرتبرا او يعمل لي سموز كيرف امشي على البوستير فيرتبرال بادي لاين ده ماشي على البوستير فيرتبرال بادي وول ويبقى كيرفد سموز لاين والسباينو لاميلر لاين which is the junction between the spinous processes and the lamina من سي 1 لغايه سي 7 وكل ده يكون سموز كيرفد لاين. الحاجه الرابعه هي السوفت تيشو شادو ان فرونت اوف ذا فيرتبرال بادي. front of the vertebral body عند C2 لازم يكون أقل من 3 ملي. عند C4 يكون 6 ملي. عند C7 يكون 22 ملي. ممكن حضرتك تشاور عليها بالماوس بس؟ عشان الناس ممكن تتلخبط ما بين soft tissue والتراكية. هنا ده soft tissue shadow ده ما يقلش عن 22 ملي قدام C7. كويس قدام C4 ما يقلش عن 6 ملي. لا يقل عن 6 ملي سوري يقل عن 6 ملي. كويس قدام C2 كويس يكون اقل من 3 ملي. لو زاد عن كده لازم انت تشك ان هو هيزيد في حالتين يا في الإديمة يا في الهيماتوما واي حاجه من دول يبقى في انجري جامده حتى لو ما لقيتش بوني انجري. تمام يا فندم. اوكي ده البرزنتيشن بتاع اللاينز اللي احنا اتكلمنا لسه عليها حالا وده البرزنتيشن بتاع المقاسات بتاعت السوفت تيشو شادو ان فرونت اوف ذا سيرفايكال سباين. في الـ AP view أبص على إيه؟ أبص إن الـ bodies of the vertebrae of equal height إن الـ disc برضو equal الـ spinal processes كلهم في الـ middle line. إيه رأيكم في الأشعة ديت؟ في disruption of the lines. فين؟ في ال anterior وال posterior line. أو ما فيش disruption في lines. لكن في straightening of the lumbar of the cervical spine. كويس. تمام. معناه دي نقطة كان في injury كان في spasm في muscles. الخط هنا مش سموز مش سموز كيرفد لاين لا 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 الانتيرير ولا البوستيرير ولا السباينال لاميلر. كويس
طيب ما عرفناش نجيب سي 7 نعمل ايه؟ كويس عندنا الاوبن ماوس فيو، احنا نرفع دراعنا لفوق وناخد اللقطه من الجنب لاترال فيو. كويس هيبان بقى اللي احنا شايفينه ده، كويس وهتبان سي 7 اهي از ايكوال از سي 6، وهنشوف دي 1 اهي ما فيهاش اي حاجه، لكن احنا ما نقدرش اذا كان العيان رقبته قصيره اللي احنا نتغاضى ونقول اه ده رقبته صغيره احنا مش شايفين الا لغايه سي 6 ولا سي 5 بس، لازم كله يبان. كويس لو تلاحظوا هنا اهوت في فرق ما بين احنا العيان ده الصوره اللي على الليفت سايد دي معموله ان نيوترال، لكن لما عملنا له انفليكشن كويس حصل ايه؟ لقينا وايدنينج في الانتر سباينس سبيس ما بين سي 4 اند سي 5، ده معناه ان الانتر سباينس ليجمنت مقطوع، معناه هنا هوت ان العيان ده اتعرض ل هنجيله دلوقتي. اوكي طيب مهم قوي في عشان افهم السيرفايكال سباين اللور سيرفايكال سباين من سي 3 لغايه سي 7 اللي انا افهم الاورينتيشن اوف ذا فاسلز ماشيه ازاي. كويس فالسوبيريور ارتكيولار بروسيس از انر للانفيريور ارتكيولار بروسيس، الاورينتيشن اوف ذا فاسيت جوينت لاين از يوزوالي هوريزونتال. ده مهم قوي في ايه؟ ده مهم جدا لما حضرتك تلاقي حاله فيها يونيلاترال او بايلاترال فاسيت ديسلوكيشن، ومهم جدا لما حضرتك تيجي تحط لاترال ماس سكروز. اوكي دلوقتي عاوزين نشوف هنا هو ده النورمال اورينتيشن اوف ذا فاسيت جوينت، السوبيريور فاسيت انر والانفيريور فاسيت اوتر. نيجي بقى للسمبل كومبريشن فراكشرز، هنلاقي ان السوبيريور الانتير سوبيريور مارجن اوف ذا بادي از فراكشرد. لو حصل سمبل كومبريشن طيب ده هيبقى ان انستيبل لو في لوس اوف هايت اكتر من 50% او لو في انجليشن اكتر من 11 degrees. لو هو اقل من 50% we can consider it stable، او لو كان في ثلاثه ويدجت فراكشرز ورا بعض كويس we can consider consider ان ده unstable ومحتاج ان يحصل له نعمل له instrumentation. طيب lateral flexion injuries دي ممكن تعمل لنا من فوق لتحت، ممكن تعمل لنا unilateral fracture of the occipital conduct fracture of the lateral mass of C1، وممكن تعمل لنا fracture of the lateral mass of any cervical lower cervical vertebra. طيب البيرست فراكشرز زي ما حضرتكم شايفين كده اهوت كويس عندنا بيرست فراكشر اوف سي 7 السباينال كورد، ده طبعا من اكسيال كومبريشن تايب، الاكسيال كومبريشن فورس وقع على الميدل كولم ادت ان هو يبقى البادي ينفجر. كويس هيبقى في ريترو بالس فراجمنت اندنجرينج الكورد. لو بصينا على السي تي بصينا على البادي بصينا على اللامينا هنلاقي ان البادي كذا حته كويس، وهنلاقي ان اللامينا ورا برضو مكسوره، ده انستابل فراكشر. كويس التريتمنت بتاعه ايه؟ التريتمنت بتاعه is to go anterior remove the whole bone segment fragments، نعمل anterior corbectomy حط bone graft and anteriorly and anterior plating. طيب الفلكشن تير دروب، الفلكشن تير دروب ما ينفعش ان احنا نستهون بالتير دروب، احنا هنلاقي فراكشر
في الانتيرير انفيرير بارت اوف ذا فيرتيبرال بودي يوزوالي ات از انستابل، لان احنا لو بصينا ورا هنلاقي هنا ليجامنتس انجري. عشان كده انا قلت لكم المثال بتاع الاي سي ال ليجامنتس دونت هيل. الاي سي ال حضرتك تعمل له ريكونستراكشن، الليجامنتس از ا فيري ديسايسيف فاكتور في الديسيجن ميكنج في السباين، هي اللي بتحدد الى حد كبير الاستابيليتي. فما ينفعش اللي احنا ايه نقول اه لا ده مجرد ليجامنتس انجري. اوكي طب في الفليكشن تير دروب انترو انفير بورشن اوف ذا فيرتيبرال بادي از انستابل بيكوز اتس يوزوالي اسوشيتد ويز ليجامنتس انجري. ديستراكشن فليكشن انجري اتس موست كومن باترن، تنسايل فيلير، لينثنينج اوف ذا بوستيرير كولوم. والفليكشن ديستراكشن انجري دوت لازم تفرقوه ما بين الاكستنشن، ما بين الاكستنشن انجري. الفليكشن ديستراكشن انجري دوت هيحصل لو واحد قاعد وسايق العربيه ومراكب السيت بيلت بتاعه كويس، فهو هيروح للقدام لو فرملت فجاه بالمومنتم. لو واحد مش لابس الحزام هو هيروح يتخبط في التابلو من قدام وبعدين مره واحده يرد لورا تاني لقدام. اوكي طيب الفليكشن ديستراكشن انجريز اتس يوزوالي اسوشيتد ويز فاسيت سبلكسيشن في 25%، حالات يونيلاترال فاسيت ديسلوكيشن في 50%، وساعات بيبقى معاهم بايلاترال فاسيت ديسلوكيشن. طيب ده النورمال اورينتيشن اوف ذا فاسيت، انا في دياجرام كويس. المهم نعرف قوي الاورينتيشن اوف ذا فاسيتس ماشيه ازاي عشان ما نرجعش نتلخبط واحنا بنبص على بلين اكس راي. ده سوبير ارتكولار فاسيت سموزلي بايت في حضن الانفير ارتكولار فاسيت اوف ذا فيرتيبرا اباف، الديسك ان بتوين از انتاكت. طيب ده نورمال. طيب يونيلاترال فاسيت ديسلوكيشن دي بتحصل فليكشن وروتيشن، والفليكشن والروتيشن ممكن عادة بتبقى نيورولوجيكال ستيبل ميكانيك ستيبل، بس مشكلتها انها it causes severe neck pain. كويس ده bilateral facet dislocation. ليه؟ لان displacement هنا اكتر من 50% of the body، معها displacement للديسك ماتيريال لورا compressing على نيرف روت او السباينال كورد. وهنسمي وهنا لما يبقى الفاسيت totally uncovered هنسميه naked facet، لان السوبيريور articular facet هيبقى باين في الستي ورا مش متغطي والانفيرير راح لقدام. طيب how to approach such a case؟ كويس مش هينفع اللي احنا نقول اه ده احنا هنعمل closed reduction ونرجع الفاسيت البايلاترال فاسيت ديسلوكيشن دوت، لا، لان الديسك الماتيريال ديت هتتحشر في النص وهتضغط اكتر على السباينال كورد. سو احنا لازم ندخل في الاول من قدام، لازم نشيل الديسك، لازم نحاول نعمل reduction من قدام with fixation. بعد كده اهوت we should approach من ورا وفي البايلاتر فاسيت ديسلوكيشن ونرجع الباقي، لو ما كانش رجع توتالي من قدام نرجع الباقي ونعمل بوستيرير انسترومنتيشن او وايرنج. الانتيتي اوف هايبر فليكشن سبرين اتس ا تير اوف ذا بوستيرير ليجامنتس اور بوستيرير لونجيتودينال ليجامنت وساعات الانتيرير لونجيتودينال ليجامنت. وزي ما قلت لكم ان ligamentous injury should not be treated lightly and it could be missed لان احنا مش بنعمل flexion extension views to detect it. clay shoveler's fractures اللي هو fracture of tip of the spinous process usually this is the most innocent cervical injury we can be treated by
can be treated by neck collar. أنا بس بوريكو هنا وقت الـ tip of the spinous process that has been avulsed. طيب ده نوع تاني منه أو الحتة ديت ده glacial stripes, it's avulsion of the tip of the spinous process. Sciwara injury, it's a spinal cord injury without radiological manifestation. ويحصل في الأطفال أكتر لأن هم more elastic, they have neurology, بس ما عندهمش bony injury لأن هم حصل displacement ورجعت في مكانها. لو لقينا أي signs of subluxation or fractures or أو signs of ligamentous injury ما ده معناه انه مش سكوارا ليجن. طيب الويبلاش injury, الويبلاش this is a normal cervical spine على left side, it is a normal lordotic cervical spine. الويبلاش injury هنلاقي straightening of the lumbar spine, عيان بيشتكي من persistent neck pain after a long time من الحادثة اللي هو تعرض لها كويس. لا عنده ليجامنتس, لا عنده ليجامنتس ولا بوني انجري, لكن هو بيشتكي فعلا. طب نفسرها ازاي؟ نفسرها زي ما بنفسر الانكل سبرين. It is a sprain of soft tissues, sprain of the ligaments, sprain of the muscles. وده should be treated conservatively by analgesics, anti-inflammatories, physiotherapy. طيب ايه المانجمنت اوف سيرفايكال سباين انجريز اللي احنا المفروض نبقى عارفينه؟ ان اوبرتيف مانجمنت ان ذا فورم اوف انيشال مانجمنت زي السيرفايكال تراكشن او الهيلو او السيرفايكال هاردن كولر. لو احنا عملنا سيرفايكال تراكشن والامور كويسه ورجع, ات شود بي فولود اب افري 3 تو 4 افري ويك لغايه لما يكمل 6 اسابيع, بعد 6 اسابيع يتشاف مره كل شهر. طيب ده تونج traction kit. Tongue traction kit, it was used before. كويس, it depends on traction from the skull. كان البنز بتدخل في السكال 2 سنتيمتر anterior and superior للتريجس of the ear, ويبقى longitudinal traction. نحط قد ايه وزن على التونج تراكشن دوت؟ والله انت عند C1 هتحط 2 كيلو, عند C7 هتحط 8 كيلو, وان بتوين ممكن تزيد كيلو من 2 لغايه 8. ده يعني رفلي كده بس, يعني لغايه لما تعمل الريدكشن اللي انت عاوزه, بعد كده تبتدي تقلل التراكشن ديت, مينتين الريدكشن, مش تسيبه ب 8 كيلو متعلقين في دماغه طول الوقت. والتراك والبنز بي قد ايه ندخلها؟ تورك يعني ندخلها مسافه قد ايه ولا ليها علامه؟ لا هي البنز نفسها بلت ان في التونج تراكشن كيت, وهي ما بتتعداش نص سنتي. البنز اقل من نص سنتي, حوالي 3 مللي, مجرد انها بتدخل في الاوتر تيبل بتاع السكال. اوكي عند البرايتال بون. اوكي. Anterior decompression. Anterior decompression لازم نقول احنا لازم نعمل فيه كوربكتومي, لازم نحط اليك كريست جرافت اور فيبولا, ولازم يبقى augmented by anterior fixation by a locked plate. اوكي. That's a kind of a locked plate for multiple levels of cervical fixation. ايه رايكم في ديت؟ ايه رايكم؟ الو؟ اكتبوا على الشات يا اولاد. ايوه ايوه يا دكتور حسام. ايه رايك؟ في انتيريور ديسبيسمنت للاطلس اهوت, يعني في جيفرسون فراكشر وترانسفيرس ليجامنت مقطوع.
ايوه كويس. وكمان ايه كمان ده الاطلانتو دنتال ديستانس اكتر من 7 مللي. تمام. ده في ايه لو ليجمنت وايه بيكلمني. بص بقى ورا كده كمان لما احنا عملنا فليكشن حصل ايه؟ الانتر سباينس سبيس زادت قوي. الانتر سباينس يبقى انتيرير وبوستيرير. تمام. عظيم. فانت ايه هنعمل ايه؟ كويس. هنعمل له ايه؟ هنعمل له واحدة من البروسيجرز اللي احنا قلناها اللي احنا نحط بون بلوك ونعمل له سيركلاج وايرنج من ورا. اوكي. طيب ايه الكومبليكيشنز اوف سباين سيرفيكال سباين فراكشرز؟ هي عموما زي اي فراكشر هي نيورولوجيكال كومبليكيشنز. الانستابيليتي هتديني بين وديفورميتي اول ذا تايم والكومبليكيشنز اوف سيرجيكال انترفنشن. شكرا لكم جميعا. مسي دكتور وسام والله يعني حضرتك قلت محاضره عالميه متهيألي يعني فرق مع ناس كتير جدا منهم انا شخصيا ويعني مش عارف اقول لحضرتك ايه. متشكرين جدا. هناخد اسئله سريعه كده معانا دكتور يونس برضو. هناخد اسئله سريعه بس يا جماعه الاسئله على الشات عشان خاطر الدنيا ما تبقاش ايه تبقى الامور سهله يعني. الاسئله اللي على الشات يا جماعه محدش يعمل يا جماعه ان ميوت لو سمحت. الاسئله على الشات. طيب الاسئله امتى نعمل يعني امتى نعمل في الاستقبال اوبن ماوث فيو؟ لا احنا نعمل اوبن ماوث فيو على طول يعني. ده يعني ده من الحاجات اللي احنا لازم نعملها كسيرفي روتين. انت بتطلب لاترال سيرفايكال اكس راي. بتطلب لاترال سيرفايكال اكس راي جاست تو سكريننج. لكن انت بتطلب اي بي نيوترال لاترال اي بي اوبن ماوس. الو تطلب اوبن ماوس اي بي وبتطلب لاترال اكس راي. تمام. طب في سؤال with obese short necked patient السي 6 7 بتبقى مش apparent how to show in ER يعني نعمل معاه ايه العيان ده لو short obese؟ لو شورت obese تعمل swimmer's view. swimmer's حد view. هيشيل كتفه ويوديه على الناحيه الثانيه فوق دماغه كويس ويعلي ويعمل له lateral view. تمام. طيب هل نقدر نعمل assessment للجامنتس انجري لو البيشنت مش قادر يعمل flexion extension out of pain؟ لجامنتس انجري؟ يعني نعمل assessment ازاي لو العيان مش قادر يعمل يعني البين مش قادر يعمله يعني مخليه مش قادر يعمل flexion extension لانك بالاكس لازم نصبر عليه يعني. لا انت اولا احنا بس وي ستريسد اللي احنا وي كان جيت مور انفورميشن من البلين اكس راي بكتير عما نظن او اللي احنا بنعمله ان براكتس يعني عموما. لكن احنا وي هاف الموداليتيز الثانيه تو انفستيجيت الموضوع. احنا عندنا ام ار اي هيبان فيه اذا كان فيه ليجامنتس انجري ولا لا. السيجنالز بتاعته هتبان وعندنا السي تي. لكن احنا مش هنعتمد بس على البلين اكس راي. انا أوكي. كنت بوريك في البلين اكس راي في سؤال تفيدنا. اوكي في سؤال معلش تاني بيقول الهالو تراكشن كونترا انديكيشن. كونترا انديكيشن فين؟ في الجيرياتريكس. في الهالو تراكشن جيرياتريكس. اوكي هل في فرق بين الراديولوجيكال دايجنوزس اوف يونيلاترال اند بايلاترال فاسيت ديسلوكيشن؟ اكيد يونيلاترال فاسيت ديسلوكيشن الديسبيسمنت هتبقى 30% من الفيرتبرال ويث. اما اذا كانت اكتر من 50% فده بايلاترال فاسيت ديسلوكيشن. طب تمام. طب الفاسيت ديسلوكيشن في الكونشس والانكونشس بيشنت بتفرق التريتمنت؟
يونيلاترال ولا بايلاترال؟ يونيلاترال وبايلاترال. لو كونشس او ان كونشس هتصرف معاها ازاي؟ يعني لو كونشس هعمل ايه، لو ان كونشس هعمل ايه؟ لا هو طبعا لو هو كونشس بيشنت اتس مور سيف انك انت تتعامل معاه. الان كونشس بيشنت انت يعني مش هتقدر نستنى تفولو كونزرفتيف تريتمنت معاه، ما تقدرش تفولو كونزرفتيف تريتمنت معاه، ما تقدرش تعمل له كلوز ريدكشن، ما تقدرش تقول انا هشد واشوف اندر ايمج اللي هيرجع لو هو ان كونشس كويس. لكن انت عاده هتابروتش هيم سيرجيكال يعني. طيب في سؤال معلش، هو مره بره يعني، هو ريليتد بس مش جوه موضوع المحاضره، اللي هو وات از ذا ديفرنس بتوين كودا ايكواينا اند كونس ميدلاريس سندروم؟ كونس ميدلاريس ات از ذا لوور بارت اوف ذا سباينال كورد، اما الكودا ايكواينا ات از ا نيرف روتس كامينج اوت اوف ذا سباينال كورد داون ان ذا كودا ريجن اوف ذا لمبر سباين. الكونس ميدلاريس از collection of small segment various segments fill at the end of the spinal cord. Conus medullaris is part of the spinal cord. لكن انا قصدي الفيتشرز كلينيكال، يعني لو الفرق بينهم في البرزنتيشن، يعني الفرق بينهم في السندروم نفسه. الكودا إيكوينا يعني it's a nerve root affection. اوكي كويس. الكونس ميدلاريس is a cord affection. كورد affection. اوكي طيب ليه الهالو تراكشن كونترا انديكيتد في الجيرياتريك؟ عشان مش بيستحملوها، عشان they are porotic، عشان it get, will get loose كويس، and هما they are not cooperative ومش هيستحملوه. اوكي طب هل في رول للكلوزد ريدكشن في الفاسد ديسلوكيشن ولا نعمل ام ار اي فيرست؟ في رول لل ان ثيوريتيكالي في رول طبعا، احنا لازم وي كان تراي ريدكشن جراديوال ريدكشن، نزود التراكشن نبتدي ب 2 كيلو بعد نزود نص كيلو لغايه اما اندر ايمج انتنسيفاير نحس ان هو رجع. في البايلاترال فاسد ديسلوكيشن والام ار اي بيقول ان في ديسك ماتيريال جوه الكنال، ذير از نو واي انك انت تعمل كلوزد ريدكشن. اوكي طيب هل نعمل ام ار اي الاول ولا نعمل ريدكشن الاول ترايل؟ لا انت لازم تعمل ام ار اي الاول طبعا، لازم ام ار اي الاول. طيب لو هو مش ريديوسبل، احنا لما لو هنخش سيرجيكال نعمل انتيريور بوستيريور ولا انتيريور انف؟ لو هو باي لاترال ولا يوني لاترال؟ لا لو يوني لاترال ولو باي لاترال. لا يوني لاترال، يوني لاترال از يوجوالي ستيبل كويس، فانت حضرتك هتدخل بوستيريور. اوكي والانجري اوف ذا ديسك از رير في اليوني لاترال، هتروح posterior you are just reducing and هتحط laminar wires and that's it، او هتفكس ال particular screws that's it، lateral mass screws في وهكون خلصت المشكلة. لكن الفكرة في ال bilateral، في ال bilateral وعندك disc material، في ال bilateral ما عندكش disc material جوه الكنال، you can approach him posterior وترجعه. لكن لو عندك disc material جوه الكنال يا حضرتك لازم تروح anterior وتفكس anterior كويس، بعد كده تروح posterior وتريديوس وتفكس posterior. الو طيب هو انا شايف يعني في اسئله كتير على يا دكتور حسين، في اسئله كتير على التكنيك بتاع السكرو والكده، فممكن نبقى نعمل محاضره ثانيه عليهم متهيألي يعني. على التكنيك اوف البلانتيشن يعني. ممكن طبعا، لان يا جماعه هيبقى ده موضوع يعني هيبقى صعب يعني، محتاج محاضره لوحده يعني. طيب الكولر للويب لاش انجري قد ايه تقعد قد ايه، وازت هارد ولا سوفت؟
It is hard. It's temporary during the period of pain. Period of pain. طب هل الاسترويدز بي في العيان اللي ده سؤال كتير قوي الناس بتساله. الاسترويدز في العيانين اللي عندهم نيوروجيكال انسلت سيرفايكا او لامبر هل لي يوز هل لي بنفيت؟ لا هو يعني ايفيدنسلي بيزد ما طلعش في فرق بس اتس ا كومن براكتس انك انت تدي له 30 ملغ بير كي جي في از ا بولس ات ذا ستارت لما يوصل العيان وبعدين تمشي على مينتنس دوز 5.4 ملغ بير كي جي اوفر ذا على مدار 24 ساعه بس ما حدش قال ان هو يعني هم هوبينج ان هو يقلل السكندري رياكشن بس ما فيش ايفيدنس ان هو قلل اوكي انا عارف ان احنا سهرناك جامد يا دكتور وسام يعني ربنا يكرمك يا رب والله الناس استفادت جامد جدا وهنستلم من حضرتك المحاضره الجايه بقى على التكنيكس بتاعت السباينال فيكسيشن ان شاء الله ان شاء الله اوكي شكرا لك شكرا يا فندم وتصبح على خير يا فندم الف سلامه شكرا يا دكتور تصبح على خير تصبح على خير يا دكتور محمد تصبح على خير يا دكتور مع السلامه مع السلامه